السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، هذا لقاء جديد يجمعنا بكم من خلال برنامج عالم الصحافة، حيث نستعرض معكم أبرز ما حفلت به الصحافة الرياضية المحلية لهذا اليوم. وبإمكانكم التواصل معنا من خلال هاشتاج البرنامج الذي يظهر على الشاشة الآن وإلى الصفحات الأولى في صحفنا الرياضية لهذا اليوم. أهلا بكم. في صحيفة الرياضية، الأهلي يكشف تفويض المرزوقي ويشكو البرقان لكاس، الشباب في بيان غاضب، العويس باع نفسه ومهنته واستلم بنتلي ونتشرف به، اتفاق جنتلمان يبعد السميري عن المنتخب، يرتدي الرقم 77 خريبين في الرياض، الاتحاديون يغلقون ثلاث قضايا لدى فيفا، والاتفاق مبدئيا مع اللاعب عقد جديد لعوض. أما في صحيفة الرياضي، العويس استخرت الله والأهلي وجهتي المقبلة، التحقيق مع خمسة لاعبين في قضية التلاعب، البنت الزرقاء كشفت مستور العويس، حرضوه ووقعوا معه في الفترة المحرمة وارتكبوا مخالفات جسيمة، أرجعنا فلوسهم قبل بطلان الاتفاقية بيوم، عقد العويس مع الأهلي بدأ منذ 8 أيام ونحن آخر من يعلم، نملك أدلة ووثائق صاحب الهدية التي حولت للاعب أو التي حولت اللاعب. أما في صحيفة الميدان الرياضي، العويس يوقع للأهلي ظهرا ويرتدي قميص الشباب مساء، تنصيب العدوان نائبا لرئيس اتحاد الطائرة، وزوران يعيد برونو ويشيد بيانغوس. أما في صحيفة النادي، بيان شبابي، نطالب بمعاقبة الأهلي ولا نتشرف بالعويس، مستندات أهلاوية تدين تناقض إدارة الجريني، المجانين جدة كده، عويس وبحر، الأهلي يعلن اليوم تعاقده مع المقنع ببلاش، يستاهلك يا ملكي. أما في صحيفة عكاظ، مجنون بكامل قواه العقلية. في صحيفة الشرق الأوسط، العويس أهلاويا اليوم والهلال يبرر انسحابه بكثرة مشاكله. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم الصحافة، حيث نستعرض معكم المستجدات على الساحة الرياضية من الناحية الإعلامية. ضيوفنا في هذه الحلقة هما الزميل بندر الوابصي الإعلامي الرياضي، حياك الله وسالم. الله يحييك ويبقيك واتشرف فيك وفي زميلنا هتان وفي السادة المشاهدين، حياكم الله. الترحيب موصول بالزميل هتان النجار الإعلامي الرياضي من جدة، حياك الله ابو جواد. الله يبقيك أخوي خالد، أحب أمسي عليك بالخير وعلى السادة متابعي القناة الرياضية وعلى الزميل بندر، وإن شاء الله نقدم ما هو مفيد للحلقة بإذن الله تعالى. نقول إن شاء الله، وليت الشباب يعطونا الصوت داخل الاستديو. خبرنا الأول في هذه الحلقة، طبعا العنوان الأول في هذه الحلقة وليس خبر، هو بيان نادي الشباب.
طبعا اخترنا لكم من هذا البيان الذي صدر من نادي الشباب ان نادي الشباب كان حريصا على تجديد عقد اللاعب، حيث ابدى اللاعب تعطيل لكافه محاولات تجديد عقده باسباب كثيره، وهي مما شكل قناعه لدينا ولدى جميع العارفين بالامر ان اللاعب لا يرغب بالتجديد. فوجئنا بتغيير سلوك اللاعب بشكل جذري من ناحيه الانضباط والاهتمام باداء الواجبات وكثره الغيابات والاعتذار. ثالثا، بعد فراغ اللاعب من المعسكر التدريبي للمنتخب اختفى اللاعب وانقطعت جميع السبل للوصول اليه حتى مع وكيل اعماله وفي تاريخ 16 من شهر يناير من عام 2017 تم اجراء لقاء مع رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ احمد المرزوقي، وذكر واكد من خلاله بان اللاعب محمد العويس اهلاوي. رابعا، وصلنا خطاب من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم 3210 يفيد بأن النادي الأهلي قد أرسل اتفاقية انتقال اللاعب محمد خليل إبراهيم العويس موقعة من قبل مدير الاحتراف بنادي الشباب الأستاذ ماجد بن عبد الله مرزوقي، يطلب فيها إرسال التفويض الكتابي الموقع من قبل رئيس مجلس الإدارة لمدير الاحتراف استنادا إلى المادة الثامنة تقسيم 2 والتي تنص على أن يمثل النادي رئيس مجلس ادارته او نائب الرئيس او الامين العام، ويحق لرئيس النادي تفويض بعض اختصاصاته كتابيا الى مدير الاحتراف فيما يتعلق بشؤون الاحتراف. سابعا، حيث تبين من قرار لجنه الاحتراف واوضاع اللاعبين رقم 3 وتاريخ 24 من شهر ربيع الاخر من عام 1438 وجود عقد احتراف ابرم بين نادي الاهلي واللاعب محمد خليل العويس لمده 5 سنوات يبدا من تاريخ 18 من شهر يناير من عام 2017 دون العمل بما تقتضيه المادة 15 تقسيم 8، وتستند على ذلك بأن نادي الأهلي أجرى بالفعل مفاوضات مع اللاعب حول مدة العقد وقيمة العقد لإجراء تفاوض مع اللاعب دون تزويد اللجنة بصورة من خطاب البدء بالتفاوض الحاصل على فترة التفاوض التي استغرقت قبل توقيع العقد بتاريخ 18 من شهر يناير من عام 2017، ويستند أيضا على أن النادي الأهلي وقع عقدا احترافيا مع اللاعب بتاريخ 18 من شهر يناير من عام 2017، ولقد ثبت لدينا يقينا بأن اللاعب قد تعرض لإغراء وتحريض وتأثير من قبل النادي الأهلي، وتم ارتكاب مخالفات جسيمة وعلى رأسها التوقيع مع لاعب محترف أثناء الفترة المحرمة، ولا يزال عقده ساري مع نادي الشباب، وهذا انتهاك صارخ للائحة الاحتراف واللوائح الدولية ولجميع أنظمة كرة القدم. وإنه من المؤسف أنه قد تم تسجيل سيارة جديدة فاخرة بنتلي اللون أزرق بتاريخ 24 من شهر محرم من عام 1438 ومذكور رقم هيكلها وموديلها ولوحتها، وأنها مسجلة باسم اللاعب، مع العلم بأن راتب اللاعب الشهري بالنادي لاعب كرة قدم محترف هو 15,000 ريال لا غير، ونتحفظ عن نشر اسم صاحب هذه الهدية الجزلة التي غيرت موازين اللاعب، كما يتحفظ نادي الشباب على أدلة ووقائع إضافية يكشفها في الوقت المناسب. وحيث أن نادي الشباب لم يعد يهمه اللاعب ولا يتشرف بمثله أن يمثل نادينا بعد أن فعل ما فعله وباع نفسه ومهنته، وحيث أنه قد حسم أمره بالتوقيع للأهلي لأنه رتب وخطط واتفق منذ عدة أشهر على هذا الأمر، وعلى ما تقدم فقد تم تقديم شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد النادي الأهلي وضد اللاعب محمد العويس، ونهيب بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتطبيق النظام والقانون. طبعا هذا البيان موقع بمجلس إدارة نادي الشباب. طبعا العقوبات المتوقعة، طبعا قبل ما ناخذ العقوبات ناخذ تغريدات محمد العويس حتى ان الصورة تكون مكتملة. محمد العويس ظهر في 3 تغريدات يقول: بعد التوكل على الله تم الاستخارة، قررت ان تكون وجهتي المقبلة النادي الاهلي السعودي، اسال الله التوفيق والعون والسداد. وفي تغريدة اخرى: اشكر رمز الشباب الغالي وجميع رجالات النادي ومحبي هذا الكيان على جميع ما قدموه لي طوال فترة تواجدي في النادي، فلهم مني خالص الود والاحترام. أما فيما يتعلق بالمخالفات التي صدرت من اللاعب والعقوبات المتوقعة، طبعا والمخالفات التي صدرت من النادي والعقوبات المتوقعة، نبدأ بالنادي العقوبات التي من المخالفات التي صدرت من النادي، وهو تحايل على قواعد الانتقال والإخلال
بالالتزامات التعاقدية تجاه اللاعب والتفاوض مع أحد اللاعبين والتصريح بالتفاوض التعاقد خلافا لأحكام اللائحة وتعريض اللاعب على الإخلال بعقده مع ناديه. طبعا هذه المخالفات التي رأى نادي الشباب أنها ارتكبت من قبل نادي الأهلي. أما العقوبات في حال ارتكاب النادي أي من هذه المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، يحق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: توجيه إنذار خطي، الغرامة المالية التي لا تزيد عن 500,000 ريال، الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتي تسجيل. هذا طبعا فيما يتعلق بالعقوبات التي من الممكن أن تصدر على النادي الأهلي. أما العقوبات التي من الممكن أن تصدر على اللاعب، نقرأ المخالفات التي قام بها اللاعب بعدين نقرأ العقوبات: التحايل على قواعد الانتقال، الإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه ناديه، توقيع عقد احتراف لأكثر من نادي عن نفس الفترة، التفاوض مع أحد الأندية والتصريح بالتفاوض التعاقد خلافا لأحكام اللائحة. وأما العقوبات فتتعلق بإنذار خطي وغرامة مالية لا تزيد عن 300,000 والإيقاف لمدة لا تزيد عن 6 أشهر مع صرف نسبة لا تتجاوز 50% من راتبه والتزام اللاعب بأداء التمارين. طبعا كانت هذا هو البيان بالإضافة إلى تغريدات محمد العويس، بالإضافة إلى المخالفات التي وقعت من اللاعب حسب ما يراه نادي الشباب، والعقوبات التي من الممكن أن تصدر وفقا للائحة لجنة الاحتراف، والعقوبات التي من الممكن أن تصدر على النادي بالإضافة إلى المخالفات التي وقع فيها النادي الأهلي. أبو فراس، عفوا أبو سالم. سم والله الموضوع العويس أنا أعتقد أنه موضوع كان يعني كان سهل جدا، لكن انه يعني اخذ منحى اخر، منحى يعني منحى فيه من الاكشن كثير. كان من المفترض ان اللاعب بما انه يرغب في التعاقد مع النادي الاهلي، الله يوفقه اولا واخيرا، من المفترض انه ما يخفي على الانذار ويبتعد عن العقوبات وعن المشاكل وعن البيانات وعن الشد والجذب اللي صار خلال الاسبوعين هذه. يعني فتره التوقف هذه، فتره توقف دوري جميل يوميا وبالدقيقة، ما في الا العويس والراحة، العويس وقع على الاهلي، العويس وقع على الهلال، العويس وقع استمر في الشباب. يعني كان افضل مما كان يعني ان اللاعب يعني لا يختفي الانذار، يعلم ميوله، يستمر في تمارينه ويعلن انتقال الاهلي. هذا حق مشروع لاعبين كبار ولاعبين كثر انتقلوا من انديتهم الى اندية اخرى كبيرة من دون الاختفاء عن الانذار. انا اعتقد ان العويس أخطأ في حق ناديه وفي حق نفسه قبل كل شيء. نقول مبروك انتقالك الأهلي برغبتك، وبعد بعد الاستخارة زي ما تفضل العويس في تغريدته، ما نقول الله يوفقه، بس كان بالإمكان أفضل مما كان من الأساليب اللي اتخذت من محمد العويس. الاختفاء طيب. الانذار يعني أعتقد أن أمر هذا هو اللي سبب يعني ضجة كبيرة في الشارع الرياضي. طيب أبو جواد، خليني أرجع لك في هذا البيان. يعني نحن الآن في حيرة من أمرنا. البيان يؤكد أن هناك عقوبات ستطال اللاعب والنادي اللي هو العويس ونادي الأهلي، بينما نجد في الجانب الآخر أن الأهلاويين يعني على أتمة الاستعداد لإكمال التجهيزات لقيد هذا اللاعب ضمن ناديهم في بعد انتهاء الفترة الحرة، او بعد دخول اللاعب في الفتره الحره. يعني كيف ترى موقف الشباب؟ يعني هل موقف الشباب موقف انقاذ ما يمكن انقاذه؟ على الاقل يعني كانه يقول انا موجود وذا الامور منتهيه. والله شوف، المتابع لبيان نادي الشباب الصادر المساء البارحه يلمس او يلاحظ ان البيان لن يخرج عن امرين. الامر الاول، اما ان اداره نادي الشباب تمتلك من الادله والقرائن ما يدعم موقفها تجاه قضية اللاعب محمد العويس وما كان يحدث في الخفاء من تفاصيل مثيرة قد يعني يدعم الموقف الشبابي ويجعله يتقدم بشكوى وفي نهاية الأمر يكسب القضية ويتم اتخاذ العقوبات حسب اللوائح الاحترافية. وإما الأمر الآخر، أن يكون البيان الشبابي وبتلك الحدة التي لاحظناها في البيان هي عبارة عن ردة فعل غاضبة تجاه ما كان يدور في الخفاء، ومجموعة تفسيرات وتحليلات لربما تكون خاطئة وربما تكون صحيحة،
ويكون البيان في نهاية الأمر هو ردة فعل غاضبة تجاه ما حدث من عدة أشياء إدارة نادي الشباب لاحظتها، خاصة يعني دعني أتحدث عن جزئية السيارة البنتلي وأن اللاعب راتبه 15,000. أنا أعتقد أن هذا الموضوع لربما يعني يخرج شخصية أهلاوية ما وتقول نعم أنا هديت اللاعب هذه السيارة وأنا من حر مالي وما حد له أي علاقة، أو ربما تخرج إدارة النادي الأهلي في بيان تقول هذه السيارة مثلا خرجت من الشخصية المعينة ونحن لا علاقة لنا فيها. يعني أعتقد أنه هذا ما هو دليل أو مستند ممكن تستند عليه إدارة الشباب، ولكن هو الآن إدارة الشباب تبحث عن ما يعني يدعم موقفها والدليل أو القرينة التي تؤكد بالفعل أن هناك مفاوضات أهلوية مع اللاعب محمد العويز قبل دخول الفترة المحمية والفترة الحرة اللي هي فترة الستة أشهر التي تجيز له التوقيع لاتفاقية مع النادي. لذلك نحن لا نستطيع الحكم الآن حتى نعلم أو نرى ما هي الدلائل التي قدمتها أو تستند عليه إدارة الشباب في شكواها المقدمة لاتحاد كرة القدم السعودي. طيب أفهم من كلامك أبو جواد يعني الآن المسوغات اللي قدمها نادي الشباب في بيانه كأنه يبحث عن ثغرة حتى يعني يقوم بعملية إيقاف هذا التسجيل للاعب من نادي الأهلي. والله شوف بين على من ادعى، يعني إدارة الشباب ترى أنه إدارة الأهلي قامت بمفاوضة اللاعب أثناء معسكر المنتخب السعودي، وهناك من يقول أن طارق كيال واللاعب تيسير الجاسي من سهل المهمة للأهلاويين لمفاوضة اللاعب وتوقيع اتفاقية معه، إلى جانب أنه يعني أنا أعتقد حتى دخول اسم مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، أنا أعتقد أنه ماجد لا علاقة له إطلاقا. هناك في خفايا أمور وعدة أشياء نحن لم نلمسها ولم نلاحظها، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم حتى لا نظلم الجانب الشبابي ولا الجانب الأهلاوي. طيب. ولكن كأنما يعني المشهد يعود إلى الخلف ما حدث في قضية اللاعب سعيد المولد عندما تسربت بعض المستندات كخطابات ورسائل واتساب. أنا أعتقد أن هذه الأمور غابت عن الاحترافية، وهذا الأمر يؤكد أنه نعاني من ثقافة الاحتراف في مجتمعنا الرياضي. واستغرب ايضا من الجانب الاهلاوي يعني انه يستند الى رسائل واتساب، يعني نفس الامر تكرر في قضيه يعني ها هو الان يعود في قضيه محمد العويس، ولا اعتقد ان الاهلي كان يحتاج يعني يحتاج الى كل هذه الاثباتات او المستندات اللي يقدمها للشارع الرياضي، لانه موقفه قوي من جانبين. الكل يلاحظ الان انه القوه الماليه للنادي الاهلي كبيره جدا، ويعني كميه ضخ كبيره للمال يستطيع الاهلي التعاقد مع محمد العويس وغير محمد العويس، الى جانب انه اللاعب من خلال تغريدته البارحه اكد علانيه انه هو يبغى النادي الاهلي. يعني ما اعتقد انه الاهلي كان حيواجه اي مشكله لو تعامل باحترافيه مطلقه وخطابات رسميه وتعامل احترافي من خلال تزويد لجنه الاحتراف بنسخه من تلك المفاوضات. يعني ما اعتقد انه الاهلي كان بحاجه الى كل هذه الالتفاف على النظام. يعني ما اعتقد انه كان في اشكاليه من الجانب الاهلاوي اللي يكون اكثر وضوح في المفاوضات مع محمد العويس، ولا يحتاج انه هو يدخل معسكر منتخب او انتهاك لمعسكر منتخب. فاعتقد انه في حلقه مفقوده، ولا نريد ان نستبق الاحداث حتى يكون لدينا توضيح كامل من الجانب الاهلاوي. الان احنا استمعنا راي الشباب، نشوف راي النادي الاهلي تجاه هذه القضيه. طيب بندر مدون اكثر من نقطه انا برجع له يعني حتى يعلق عليك. كان سؤالي لك الاخير يعني كيف ترى أو ماذا تقرأ من إصرار الجانبين، كل جانب مصر على موقفه؟ والله شوف الجانب الأهلاوي في نهاية الأمر خرج محمد العويس البارحة، اليوم غدا ربما يعلن الأهلاويون عن التعاقد مع محمد العويس، في نهاية الأمر الأهلي انتصر وأخذ اللاعب. يعني هي هذه بالنسبة للأهلاويين لو ما أصدروا بيانات واكتفوا بتقديم اللاعب أنا أعتقد هذا هو الانتصار الحقيقي لهم. الجانب الشبابي إذا كان بالفعل ثمت هناك أمور دارت في الخفاء وتجاوزات على اللوائح وانتهاك للأنظمة والقوانين الاحترافية اللي عندنا في المملكة، من حق الجانب الشبابي أنه يحمي نفسه ويدافع عن موقفه، لأنه الجمهور الشبابي لن يقبل إطلاقا أن يكون هناك أي تقصير من الإدارة الشبابية في الحفاظ على حقوق النادي. أما بالنسبة لمحمد العويس تقريبا علاقة انتهت تماما، ما أعتقد أنه له مكان ولا له رجعة، ولا أعتقد أنه الشبابين حيتقبلوا محمد العويس أو اسم محمد العويس بعد كده. ولكن هي في نهاية الأمر إدارة الشباب لا تريد أن يكون هناك تجاوز أو تحايل أو أي أمور تدار في الخفاء يعني ممكن تفسد من جمالية وحلاوة منافسة كرة القدم و يعني ممكن نقول كرة القدم الشريفة. ليش ما دام عندنا أنظمة ولوائح أبو جواد يعني تنتهي علاقة المحبين أو تنتهي علاقة الود بكرة زي ما أنت تفضلت الآن؟ يعني الآن الأمور بين نادي الشباب واللاعب يعني أمور يعني في غاية السوء. العلاقة الآن أصبحت سيئة. لماذا ونحن نستند إلى أنظمة ولوائح في الاحتراف، لماذا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن؟
شوف، طالما ان هناك امور تدار من تحت الطاوله وهناك امور تدار في الخفاء وعدم احترام الانظمه اللي وضعها الدكتور القدير عبد الله البرقان، ثق تماما انه حندخل في مزيد من الاشكاليات والمتاهات. طيب احنا بسبب للاسف الشديد عدم الالتزام بالحد الاعلى للاعب المحترف اصبحنا نحول اللاعبين المحترفين الى هواة من اجل التحايل على النظام ونوقع معهم. للاسف الشديد ما عاد اللاعب بياخذ، يعني اللي بسمعه الهلال قدم لمحمد العويس 8 مليون بينما الحد الاعلى 2400، مع الاهلي حيوقع 4 سنوات ب 9 مليون في السنه، طب فين راحت الحد الاعلى 2 مليون و400؟ معناته ما في احترام للانظمه واللوائح وفي تحايل عليها. طيب فكيف بعد كده تبغانا بيئه احترافيه نظيفه وسليمه اللي بيحاول يطبقها الدكتور عبد الله؟ للاسف الشديد المشكله عندنا داخليه، لابد يكون هناك قرار صارم وحاد من قبل اللجنه الاولمبيه السعوديه لمرجعيه اتحاد كره القدم، ويكون هناك احترام للوائح والانظمه اللي توضع. طيب لذلك انا بس تسمح لي في كلمه اخيره، ابرئ تماما الدكتور عبد الله البرقان من اي محاوله لتشويه سمعه الرجل ومحاوله لصق تهم انه هو بيسهل مهام انديه عن انديه. الرجل بيقوم بعمل على اكمل وجه، وبالتالي محاوله انه هو بيضع العراقيل امام النادي الاهلي او النادي الهلال او النادي او اي نادي كان، ما اعتقد انه هذا امر مقبول. طيب خلينا ناخذ راي بندر في النقاط اللي دونها. اولا مساء الخير يا استاذ هتان، مساك الله بالنور والسرور. كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. الله يسعدك ان شاء الله. فيه النقطه تحدثت عنها ان محمد العويس الان العلاقه بينه وبين نادي الشباب صارت متوتره. انا اعتقد واجزم والجميع يجزم ان محمد العويس هو اللي من 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 اوصل العلاقه هذه ما بينه وبين نادي الشباب لهذه المرحله. النقطه الثانيه، نادي الشباب يعني من الاستحاله انه يصدر بيان الا موجود عنده وثائق ودلائل، يعني في في فيه اثباتات تدل على ان في تجاوزات ضد نادي الشباب، فيها يعني تجاوزات من مين؟ من اللاعب ومن اللي 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 اخفى اللاعب. طيب الان مفترض انت ان نفتح، انت انت الان فتحت النقطه في غايه الاهميه. يعني هل الشباب لديه يعني ادله وبراهين ما اعلنت؟ اكيد ما مستحيل نادي الشباب يعني يضع نفسه تحت طائلة الجزاء إلا بوجود إثباتات. بيان الشباب البارح كان قوي وصريح وواضح للجميع، لا أحد يقول أن الشباب كان بس مجرد أن العويس ما يروح من نادي الشباب أو طرف أخرى. الشباب أصدر البيان بوجود إثباتات. الآن الأمر متاح أمام طاولة الدكتور عادل عزت رئيس اتحاد القدم لفتح تحقيق مع محمد العويس ومع المفاوض الأهلاوي ومع مدير الاحتراف في نادي الشباب اللي هو ماجد المرزوقي. ماجد المرزوقي طلع البارح وقال القصه كامله اللي دارت بينه وبين، لا بد يفتح يا ابو شجاع، لا بد يفتح تحقيق قوي، لا بد يفتح تحقيق قوي وصريح ونتائجه تكون واضحه. طيب النقطه الثانيه دونتها. النقطه الثانيه طال عمرك بخصوص يتكلم عن الدكتور عبد الله برقان. الدكتور عبد الله برقان شهادتنا فيه مجروحه، يخدم جميع الانديه، يخدم الرياضه السعوديه، قبل كل شيء يخدم سمعة الكرة السعودية. بالعكس الدكتور عبد الله برقان نقول له مشكورا، هو شاهد فيه ترى يعني أمانة. ولا فعلا أتفق مع الأستاذ هتان، يعني في ناس يحاولون أنهم يهاجمون عبد الله برقان. عبد الله برقان يعني لا الله ثم لولا في يعني عقوبات كثيرة كانت ستحل في الأندية السعودية وفي في وفي مشاكلها اللي واصلة حتى اتحاد الفيفا. طيب اصرار الجانبين على هذا الموقف اخر ما نتكلم فيه في هذا الموضوع، اصرار الجانبين. انت ذكرت ان الشباب عنده ادله ومستندات تدين الاهلي تدين اللاعب. الان طيب اصرار الاهلي على ان يسجل اللاعب واصرار اللاعب على ان يسجل في الاهلي، هو حق مشروع الاهلي وحق باتفاق مع اللاعب مع العويس انه ينتقل للاهلي، هذا حق مشروع. لكن الان قبل الاعلان بعد ما بعد الاعلان ماذا سيتم؟ الان انت في قضيه يا محمد العويس، كيف اختبأت عن النادي؟ ايش الاشياء اللي صارت؟ من اللي اخذك من معسكر منتخب فور انتهى معسكر منتخب ورحت برا السعوديه، وين راحت الاشياء هذه؟ وين؟ لا هو كان برا السعوديه، لم يدخل السعوديه، ليه ما دخلت السعوديه؟ المسؤول عن المنتخب يعني. معليش خلينا ناخذها حبه حبه بندر. يعني الان الاهلي هل يعاقب على ان محمد العويس تجاوب مع، اذا كان هناك طرف اهلاوي في الموضوع انه تجاوب معه ورفض انه يرجع النادي؟ الاهلي يعاقب اذا كان فعلا في مفاوضات داخل معسكر المنتخب. في تغرير؟ اكيد موجود لدى نادي الشباب. بيانهم كان بس هل العويس مغرر به من قبل النادي الاهلي؟ يعني حتى ان الشباب يعني يستند على هذه النقطة. الشباب ذكر في بيان سابق قبل البيان اللي صدر البارح، في بيان قبله انه يعني فيه مو باتهام،
في توجيه انه فعلا في اللاعب جت اغراءات كبيره اثناء معسكر المنتخب. الاستفسار الان المشرف على المنتخب اللاعب ليه ما رجع السعوديه؟ المفترض ان اللاعب اول ما يرجع المنتخب السعوديه خلاص يصير في ذمه ناديه. طيب خلينا كيف اللاعب ما يرجع؟ خلينا ناخذ الخبر الثاني يمكن تتضح لنا بعض النقاط اللي كانت غامضه علينا، ولكن هذا الخبر يتعلق بتصريح لطارق كيال المشرف العام على المنتخب وما دار في المعسكر، ويبرئ ساحه الجهاز الاداري في المنتخب بما قيل عنه من نادي الشباب بانه كان مسرح لاجراء التفاوضات والتشاورات مع اللاعبين حول تجديد العقود او الانتقالات. كيال: منعنا اعضاء اتحاد الكره من اختراق نظام الاخضر. أكد مشرف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم طارق كيال عدم السماح لدخول معسكرات الأخضر لأي كائن من كان إلا رئيس اتحاد الكرة عادل عزت فقط، وقال: حريصون على المنتخب ولا نسمح بدخول أي شخص لمقر المعسكر في أي مكان داخل أو خارج السعودية، وهذا الأمر طبق منذ تسليمي للمهمة ونقلناه لرئيس اتحاد الكرة والأمين العام والتفاهم عليه حتى أعضاء الكرة لا يسمح لهم بالالتقاء مع اللاعبين في اي مكان في المعسكر سواء في غرفهم او صاله الطعام وملاعب التدريب، ويمكنهم التواجد فقط في المدرجات اثناء التدريب والمباريات. طبعا في الخبر الجدير بالذكر ان نادي الشباب اصدر بيانا اعلاميا ابدت فيه استغرابها عن اختفاء العويس منذ انتهائه من المشاركه في معسكر المنتخب بابو ظبي، وطالبته بالعوده لانه لا يزال لاعبا شبابيا، ولكنها فوجئت حسب البيان بانقطاع اتصالاته مع النادي واغلاقه للجميع جوالاته، واتهمت معسكر المنتخب السعودي بتحوله الى ساحه للمفاوضات المباشره مع العويس لصالح احد الانديه. ابو جواد، يبدو ان الاجراءات الشبابيه يعني ذهبت الى ابعد من النادي واللاعب، صار في طرف اخر اللي هو معسكر المنتخب. والله شوف انا اتفق مع الاخوان في نادي الشباب، طبعا يعني طبعا جزئيه انه اللاعب بعد ما انتهى من مهمته مع المنتخب من المفترض انه هو يعود، لانه اللاعب لما يعني يستدعى لمعسكر المنتخب والسفر الى خارج المملكه العربيه السعوديه يتم طلب جواز السفر من قبل اداره النادي، الى جانب انه في لوائح وانظمه الاحتراف انه لابد للاعب في حاله رغبته في السفر الى خارج المملكه في غير اوقات الاجازه الخاصه فيه من المفترض أن يحصل على موافقة ناديه قبل السفر، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الجزئية موقف نادي الشباب سليم، ومن يعني من الممكن أنها تحمل أو تحمل ملامة، واستغرب أن تغيب على رجل مثل أبو ركان الأستاذ القدير طارق كيال، فلذلك أنا أعتقد أنه هذه الجزئية ممكن يعني غير إيجابية بحق إدارة المنتخب، من المفترض أنه اللاعب بمجرد ما انتهى من مهمته يعود، لأنه أنا أعتقد أنه البعثة سافرت مع بعض ومفروض أنها ترجع مع بعض. إذا حصل اللاعب على إجازة من نادي بعد كده يسافر هو حر، لكن أنا أعتقد أنه حتى جواز السفر عندما يطلب يطلب من إدارة نادي الشباب وهي سلمته، من المفترض كمان أنه كان عهدة يعني لا مؤاخذة على الكلمة، ويعني كان عهدة تسلم وتسترجع مرة أخرى، لذلك أنا أشوف أنه هذا الأمر يعني لم يكن إيجابيا بحق إدارة المنتخب بقيادة الأستاذ القدير طارق كيال. بندر: والله أتفق مع زميلي هتان، يعني كان مفترض طال عمرك يعني كان بالامكان افضل مما كان من الاحداث اللي صارت كلها هذه، كان يعني بامكان العويس يبعدنا عن عن شراره الانتقال هذه اللي فعلا والله صح نصبح نمسي العويس وننتقل العويس وننتقل، شفت العويس ما لقيت العويس، يعني حتى صارت فيها بعض الرسائل وبعض المسجات صراحه الخارجه يعني اوكي طرفه لكنها خارجه عن الروح الرياضيه، كان مفترض ان العويس طيب ابي النادي الاهلي من حقك انك تعلن النادي الاهلي وخلاص. معتي المرقاب يقول: ضيفك اللي في الاستديو عنده دليل عن مفاوضات المعسكر؟ انا اتكلم عن بيان، انا اتكلم عن بيان نادي الشباب، بيان نادي الشباب يؤكد وذكر انه يوجد مفاوضات داخل المعسكر، انا ما اتكلم عندي طيب. انا ادله او اني الجهني يتساءل يقول: لماذا يعني ما دام عند الشباب أدلة وبراهين ليش انه اخرها للوقت هذا؟ لانه فتره دخول اللاعب الفتره الحره.
طيب وحتى اللاعب كانه صراحه انا لاحظ كانه بين الشباب وبين العويس كل واحد مع سيف. اعلن او اصدر البيان نادي الشباب بعدها بكم دقيقه اللاعب يغرد من حسابه الشخصي استخرت وكذا، يعني معناته شيء مبيت. طيب متعب يقول ثقة تامة إذا كان لدى نادي الشباب وثائق فالنادي الأهلي لديه وثائق أقوى وستثبت في الساعات القادمة صحة كلامي وستثبت الساعات القادمة صحة كلامي. هذا يدل فيه 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 قضية دسمة على طاولة اتحاد القدم عليها نبت فيها عاجلا. طيب سعود المبارك يقول إذا كان اللاعب ليس صغير السن حتى يتم إخفائه، إذا كان مختفي بإرادته هذا لا يسمى إخفاء بل اختفاء. مستحيل اللاعب أن يكون مختفي بإرادته، لابد في فعل فاعل هو اللي يساعد اللاعب على الاختفاء. طيب كلاكما متهمان ب يعني التحريض او الهجوم على النادي الاهلي، انت وابو جواد. لا لا بالعكس، النادي الاهلي يا اخي ليه يهاجم النادي الاهلي؟ انا ليش اهاجم؟ بالعكس الاهلي او متحاملان على النادي الاهلي. الاهلي مستفيد ومن حق الاهلي انه يستفيد من اللاعب. طيب خلينا نسمع راي ابو جواد في التغريدات اللي قرناها قبل شوي. والله شوف انا لاني متحامل على النادي الاهلي ولا اني متعاطف مع نادي الشباب، انا امامي قضيه اتحدث عنها بكل وضوح. انا يعني حتى لا اتفق مع الاخ بندر في جزئيه انه اللاعب اختفى بفعل فاعل، اللاعب ما هو صغير سن واللاعب بكامل قواه العقليه وكان بامكان اداره نادي الشباب ان تتعامل باحترافيه مطلقه، لاعب متغيب عن التدريبات، انا اتخاطب مع لجنه احتراف وبلغها باللي صاير. لذلك أنا حتى في بداية الحلقة ذكرت أنه موقف نادي الشباب أو البيان الشبابي والحدة اللي كان عليها قلت لا يحتمل أكثر من أمرين، إما أنه إدارة الشباب تمتلك مستندات قوية تدعم موقفها ولذلك جاء البيان بتلك الحدة، وإما أنه إدارة الشباب في كان ردة فعل غاضبة تجاه تصرفات اللاعب وبعض الأمور اللي ترى أنها صارت في الخفاء وبالتالي كان البيان بتلك الحدة كردة فعل للغضب الشبابي على ما قام به اللاعب أو النادي الأهلي عطفا على المعلومات اللي وصلتها ولكن بدون مستندات تدعم موقفها. طيب أرجع لك أنا في نقطة ذكرت في البيان، يعني بيان نادي الشباب اللي ذكر أن اللاعب لا يمثله الآن في الفترة الحالية وأن نادي الشباب يعني لن يستقبل اللاعب في الفترة المقبلة، هذا يعطيك دلالة على إيش يعني؟ يعني حتى وان قلنا ان الشباب رفع قضيه وكسب القضيه، اللاعب هل سيعود للنادي؟ واذا عاد للنادي هل سيكون بنفس الوضع اللي يتمناه نادي الشباب في خدمه نادي الشباب؟ والله شوف انا اللي اعرفه محمد العويس لاعب شبابي حتى 25 يوليو 2017، يعني ما زال امامه 6 شهور وهو ما زال لاعب شبابي مرتبط بعقده، ولكن هو محمد العويس يعني اللي على حسب الكلام انه غايب ومختفي ما بيرد على اتصالات الشبابيين، فمعناته انه هو ما احترم هذا العقد ولا بنود العقد. ولكن في نفس الوقت انا اقول انه من المفترض انه اداره الشباب ما كانت تتسرع في بعض الجزئيات اللي صارت في البيان، يعني كانما هي الان هذا البيان اذا اخذ صفه رسميه من قبل إدارة نادي الشباب واعتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة، يعني كأنما هي فسخت العقد مع اللاعب، ممكن اللاعب يقاضي الإدارة الشبابية أن هي فسخت العقد معه وما زال قدامه 6 شهور يعني. فلذلك أنا أعتقد أنه كان في بعض الأمور يعني ممكن أرى أنه كان فيها تسرع من قبل الجانب الشبابي. جميل. ولكن أنا أتمنى حقيقة يعني أنا ممكن محمد العويس طيلة الفترة الماضية لم يظهر ولم يتحدث بأي تصريح، هو فقط التغريدات اللي غرد فيها ليلة البارحة، لذلك أنا أنتظر حقيقة رأي محمد العويس على ما حدث ورأي الجانب الأهلاوي على ما ذكر في بيان نادي الشباب، يعني حتى طيب. تكتمل أطراف القضية ويكون رأي كل واحد واضح. بندر آخر نقطة أنا آخر نقطة موضحة سؤالي لك. أختلف مع زميلي حتى. طيب سؤالي لك أختلف معه بس سؤالي لك الآن، هل نادي الشباب قطع خط الرجعة بينه وبين اللاعب؟ العويس أهلاويا من الساعة 12 ودقيقة أهلاويا، مهما بقي في عقد مع نادي الشباب اللاعب اهلاويا يعني عايش. انتهى بناء على خلاص ان اللاعب الان في الفتره الحره لن يعود لنادي الشباب يعني حتى لو كسب يعني موقف الاهلي صح سليم. شوف احنا نتكلم عن ميول رغبه اللاعب عفوا رغبه اللاعب في الانتقال، بس ما زال بتبقى في عقده. نعم تبقى في عقده بس اللاعب لن يعود للاهلي مهما يعني بلغ الشباب. مهما كسب حتى لو كسب الشباب القضيه. اختلفت مع زميل هتان لانه يقول اللاعب الى الان شباب، انا اقول اللاعب من فور التغريده اللاعب اهلاوي. طيب خلونا ننتقل الى خبر قادم معنا في صحيفه اقتصاديه. في صحيفه اقتصاديه باعشن اعترضنا على القضايا الغامضه
طبعا أكد أنه بنهاية الموسم الحالي ستتقلص ديون الاتحاد. لا تفكر إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعش في الفترة الحالية سوى في إيجاد حلول لتقليص فاتورة ديون النادي بعد أن بلغت 299 مليون ريال، حيث لا يخلو أسبوع دون عقد اجتماع أو أكثر. واعترف المهندس باعش أنهم يعيشون الآن حالة استنفار قصوى، حيث يعقدون بشكل يومي اجتماعات فيما بينهم ومشاركة رجالات النادي من أعضاء الشرف لإيجاد مخارج لحل هذه القضايا الشائكة التي تزيد قيمة فاتورتها كل فترة بمبالغ محلية وخارجية. الثانية يبدو أنه فرض على إدارة باعشن اللي هي مكملة لإدارة الأستاذ أحمد مسعود الله يرحمه أبو عمر، أنها تعالج أخطاء إدارتين أو إدارات كانت سابقة، يعني حتى لا يكون هناك يعني اتهام بعينه. باعشن الآن إدارة باعشن بدلا من أن تطور الفريق وتعيد الفريق لمنصات التتويج، هي الآن تعالج مشاكل وقضايا سابقة لإدارات سابقة. والله دائما وابدا اقول كان الله في عون المهندس حاتم باعشن، المهمه ليست سهله اطلاقا، والرجل جاء في ظروف صعبه جدا سواء على صعيد القضايا الخارجيه والمشاكل التي تحيط يعني حول نادي الاتحاد او تحيط من كل حدب وصوب، الى جانب انه طبعا الجماهير الاتحاديه غير يعني لا تقبل اطلاقا ان يكون فريقها بعيد كل البعد عن منصات التتويج طيله الفتره الماضيه. ولذلك هو امام الامر الواقع الان، يعني ما بين رغبه الجمهور والعوده لمنصات التتويج وتحقيق البطولات الى جانب معالجه القضايا والديون، خاصه القضايا الخارجيه التي تهدد وضع النادي وقد تعصف به الى الهاويه لا قدر الله فيما لو حدث اي تساهل. يعني لاحظنا 9000 دولار خصم 3 نقاط من الفريق الاتحادي في دوري جميل، فما بالك الان انت على وشك قضايا حكم ليدي سوزا تقريبا ب 5 مليون دولار، بولوني، كانيدا، هناك مطالب ايضا قادمه بتوركا تقريبا 7 مليون يورو، مونتاري 4 مليون يورو، هناك مدرب في الفريق الاولمبي، الاداره حتى الان تريد ان تلغي عقده في ظل النتائج المتواضعه للفريق الاولمبي، تكلفه عقده وهو مساعد للمدرب السابق بولوني تقريبا قيمه عقده 2 مليون تقريبا يا يورو او دولار مش متاكد، يعني مبالغ كبيرة كان الله في عون المهندس حاتم، ومع ذلك لم ييأس ولم يرفع الراية البيضاء وراية الاستسلام. الرجل يحاول قدر المستطاع، غادر إلى أسبانيا، بيقوم يعني بمحاولات من أكثر من جهة في سبيل إيجاد حلول. طبعا الآن القضية المقبلة هي قضية المدرب بتورك اللي متمسك بموقفه بمطالبه المالية، يريد 7 مليون يورو. أنا حقيقة يعني أستغرب كل الاستغراب من قيمة العقد المرتفع لمدرب الاتحاد السابق بتوركا، يعني ممكن يعني حتى الفائدة ما تحققت من عودته مرة أخرى لفريق الاتحاد. لذلك أنا أتوقع أنه الأيام المقبلة هتكون يعني جدا عصيبة على الأستاذ حاتم، ويحتاج إلى التفافة صادقة من قبل الاتحادين. يعني الاتحادين الآن ناديهم في مأزق وفي موقف صعب جدا، يجب أن يقفوا مع المهندس حاتم ولا يتخلوا عن المرحلة المقبلة. الاتحاد فيما لو واجه المزيد من الإشكاليات لربما يكون مصيره إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا ما لا تنتظر ولا تتمنى الجماهير الاتحادية، خاصة أنه الفيفا صارم في قراراته ولا أي تراجع لو صدر أي قرار. يعني الآن بدأت ب3 نقاط، بعد كده حتى تطور الأمور إلى مرحلة قد تكون مسيئة في حق ومعيبة في حق نادي الاتحاد. طيب. لذا المطلوب من رجالات الاتحاد التحرك بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. جميل، أنت تطرقت الهلال في شيء؟ جبت طاري الهلال قبل شيء؟ لا ما جبت طاري الهلال. طيب في تغريدة هنا تقول أنك هلالي أو أنك تدافع عن الهلال. هلالي أو دافع الهلال ما شاء الله ما يحتاج أحد يدافع. طيب. عنه يعني انت بس عشان الهلال يدافع عن نفسه، عشان اوضح الفكره. لا لا ما جبت على الهلال. الهلال يدافع عن نفسه. طيب. يمكن من خلال كلام يمكن من خلال كلامك صار فيه ايحاء او فهم من هذا المغرد انك يعني تميل للهلال او انك تدافع عن الهلال. ما اعتقد انه ذكرها. طيب. حتى نادي الهلال. طيب برجع لك في الموضوع الاتحاد، بس عبد الله برباع يقول يا ابو جواد، يقول البيان رسمي، احترم عقول المشاهدين، يعني ما ادري يعني ايش المقصد فيها. ما فهمت انا السؤال، يعني ايش هو يقول رسمي. ضيفك من جده البيان رسمي،
احترم عقول المشاهدين. انت ايش ذكرت عن البيان قبل شوي؟ انا قلت انه بيان نادي الشباب اذا ذكر انه العلاقه انتهت فمعناته كانما فسخ العقد مع اللاعب محمد العويس، هذا اللي ذكرته. جميل. اتحاد. الاتحاد امانه يعني اداره باعشن صراحه من افضل الادارات حاليا في الكره السعوديه. اذا ما كانت الاولى فهي الثانيه. بس لكن صراحه صدمات والضربات الموجعه تكالبت على الاتحاد، وحتى قامت حتى تاثر على نتائج الاتحاد امانه. يعني زي فريق مثل الاتحاد يخرج من كاس الملك امام الطائي، مع احترامنا للطائي، من غير المعقول يعني ان الاتحاد يقف وحيدا الان باعشن يحارب من هنا ويحارب هناك. يعني كان مفروض ان في التفاف اعضاء شرف، مفروض ان اعضاء شرف ومحبي نادي الاتحاد يرجعون لناديهم امانه. يعني طبعا سفير الزعامه باخذ منك جزئيه من تغريدته، يقول من الظلم ان يسدد باعشن كل تلك الديون ومن ثم ياتي من اغرق النادي بالديون ويشتريه. سعود فهد الله يقويك، بس انت بحط المنبه على صلاه العصر بعد بهالقيلولة، الله يعطيك العافية. أعطونا الخبر اللي بعده من صحة الاقتصادية. في صحيفة الاقتصادية عيد يوافق الراهب يشترط وعوض لا جديد. طبعا هذا الخبر للزميل احمد الجدي، يقول قدمت اداره نادي النصر عرضين رسميين للثنائي المهاجم حسن الراهب والمدافع محمد عيد لموسمين قادمين لكل منهما، فيما لا تزال تسعى لاقناع اللاعب عوض خميس للتجديد معه لثلاثه اعوام مقبله بعد دخوله الفتره الحره امس، في ظل رغبتها قطع الطريق على الانديه الراغبه في كسبهم. وتشير مصادر الاقتصاديه الى ان عيد اقترب من التجديد مقابل راتب سنوي يقارب 1,500,000، فيما لم يمانع الراهب على الاستمرار لموسمين وفقا للسقف الاعلى الذي يبلغ 2,400,000 سنويا، شريطة حصوله على مستحقاته السابقة التي تصل إلى 5 ملايين. فيما يعد ملف التجديد مع عوض خميس الأكثر أهمية لإدارة النادي، إذ أن السعي لإقناعه للتجديد معه يتواصل لقطع الطريق على الأندية. طبعا في خبر آخر يتعلق بنادي النصر للزميل بندر العتيبي اللي معانا الان على الخط، وذكر ان اداره نادي النصر وان رئيس نادي النصر عقد امس الثلاثاء اجتماعا مع لاعبي الوسط سامي النجعي وعبد الرحمن الدوسري لتوقيع عقد احترافي معهما لخمسه اعوام. وتشير المصادر بموافقتهما على العرض النصراوي والتوقيع بشكل رسمي خلال الايام القليله المقبله. طبعا للربط بين هذين الخبرين يسعدنا ان يكون معنا الزميل بندر العتيبي الاعلامي الرياضي، حياك الله ابو خالد. الله يحييك، يحييك ويحيي ضيوفك الكرام والساده المشاهدين. ابو خالد يعني المتتبع للشان النصراوي والذي يتابع اخبار النصر من خلال صحيفه الرياض يجد ان هناك اختلافا في هذا الخبر لما اعتدت عليه في السابق، يعني دائما تجيب اخبار تزعل النصراويين عليك. انت اليوم جايب لهم خبر يفرحهم ان شاء الله. والله بالعكس، انا يعني مهتم بالشان النصراوي بشكل يومي، والخبر اللي كويس بننشره وبصير سعيد للنصراويين، والسيء ايضا بننشره وطبيعي انه يكون يعني غير سعيد للنصراويين، ولكن ولله الحمد والمنه جميع الاخبار في الفتره الماضيه كانت صحيحه بنسبه 100%. طيب خبر عوض خميس، انت اذكر انه في بحر الاسبوع الماضي انت ذكرت خبر عن عوض خميس واخر علاقه النصر بعوض خميس، هل هذا الخبر اللي ذكره احمد الجدي يتطابق مع المعلومات اللي انت ذكرتها عن عوض خميس ومستقبله مع النادي؟ والله حتى مساء امس يعني لا يوجد اتفاق كبير بين الاداره النصراويه وعوض خميس، ما زال الفرق المادي يعني بينهم شاسع، ولكن اتوقع انه في حال يعني رغبة الأمير فيصل بن تركي الجادة بحسم الموضوع فإنه سيتم انتهاء الموضوع، ولكن حتى أمس لا يوجد أي بوادر اتفاق. طيب بس ارفعوا لنا صوت الشباب شوي عشان نسمع الزميل بندر. بندر في خبر من الأخبار ذكرت أنت أن الراهب وعوض خميس ينتظران عودة الأمير فيصل بن تركي يعني لإنهاء بقية الإجراءات المتعلقة في تجديد عقودهم مع النادي. بالفعل يعني الآن حسن الراهب موافق على العرض التجديد لمدة عامين، ولكن ما تم رفضه من قبل حسن الراهب هي مستحقاته المتأخرة للعقد السابق والبالغة، يعني لديه ثلاث شيكات
بمبلغ 5 مليون ريال. حسن الراهب اشترطها والان يعني وافق على جزء، وحتى الان لم توفي بها الاداره، في حال انه استلمها جزء سيوقع مباشره. طيب بالنسبه للعوض ما زال يعني اللاعب طالب مقدم عقد كبير، الاداره حتى الان يعني لا لديها القدره على التحديد معه. طيب كيف ترى الوجهه الان يعني بين عوض والاداره، يعني هل في حل قريب ام ان اللاعب؟ والله يعني المفاوضات يعني دائما تتغير يعني بين ساعه وساعه، فما بالك يعني بين ايام، ولكن حتى الان يعني عوض خميس ابلغهم بين رغبته الاولى هي نادي النصر. يعني ولا يعني وكيله ابلغهم بان لديه عروض. ولكن الاداره يعني في الوقت الحالي يعني عوض خميس يرغب مستواته في عقد زملائه السابقين، يعني المتوسط لنجوم النصر عقودهم 7 مليون ريال سنوي، وكانت يعني مبالغ فلكيه. هذه العقود قبل 3 سنوات، الان الانديه تمر بفائض ماليه كبيره. اللاعب عوض خميس يبغى المتواصل بزملائه، والاداره الان تقنعه وتقنع كافه اللعيبه ان المبالغ الفلكيه انتهت خلاص. يعني صعب الان انها تستمر بهالمبالغ. طيب بعد رحيل العمراني هل اهتز النصر ماديا؟ والله المهندس عبد الله العمراني يعني صعب جدا تعويضه. يظل انه يعني كان الداعم الاول لاداره الامير فيصل بن تركي في السنوات الماضيه، يعني دفع للاداره اكثر من 30 مليون ريال، فهذا مبلغ يعني كبير جدا من عضو شرفي متطوع، ولكن حتى الان يعني يبحثون عن نائب رئيس ليعوض لو جزء من الامكانيات الكبيره اللي كان يقدمها المهندس عبد الله العمراني، ولكن هو صعب جدا جدا تعويضه. طيب لماذا لم يجد النصراويون يعني اي شخص يعوض يكون بديلا للمهندس عبد الله العمراني في منصب نائب الرئيس؟ هل اشترطت استعرضنا نواب الرؤساء بالانديه الكامله، يعني لم نجد يعني نائب رئيس داعم الا في نادي النصر اللي هو المهندس عبد الله العمراني. يعني بقيه نواب الرؤساء مع احترام الشديد لهم يعني يميلون الى الامور الاداريه اكثر من الماليه. يعني المهندس عبد الله العمراني كسر القاعده بين الساعات داعم كبير ويحقق الخدمات الاداريه برضه في الصيف، يعني شاهدنا يعني عمل جهد جبار في التسجيل في فتره الانتقالات الصيفيه. طيب فهذا يعني انا اقول لك من الصعب جدا تعويضه. سؤالي الاخير لك، ايام قلائل على انتهاء فتره التسجيل الشتويه، هل سيكون هناك رحيل لنجوم من نادي النصر في حال لم تتفق الاداره او لم تقم الاداره بتنفيذ متطلباتهم؟ لا، في الفترة الشتوية صعبة الانتقال، لا يعني عوض خميس وحسن الراهب عبد الله مادو ومحمد عيد لا يمكنهم الانتقال الا في الصيف، يعني يقدرون يوقعون الان ولكن بيستمرون مع النصر الى نهاية الموسم، ولكن حتى الان بنسبة كبيرة سيستمر الرباعي. الزميل بندر العتيبي الاعلامي الرياضي، شكرا لك ابو خالد، يعطيك العافية. شكرا لك. طبعا دائما يتهمون اننا دائما نجيب اخبار سيئه على النصر واخبار فيها مشاكل، اليوم جبنا الشخص اللي يجيب الاخبار عن نادي النصر، وهذا اللي حاورناه قدامكم وقلنا له يا اخ بندر انت دائما تجيب اخبار ما ترضي النصراويين. الرجل ابدى وجهه نظره، رايه نحترمه، واكد ان دائما الاخبار اللي يجيبها دائما اخبار صحيحه. ارجع لك ابو جواد، النصر والله شوف انا احيي الزميل بندر، طبعا شهادتي فيه مجروحه ومن الناس اللي متابعين بشكل يومي ويعطينا دائما معلومات صحيحه، ولكن انا لفت نظري جزئيه ذكرها في حواره قبل قليل عندما قال انه زمن العروض الكبيره والمبالغ الطائله اللي كانت تدفعها الاداره ولا وهذا يعني يدل على انه اداره النصر بدات تعود للطريق الصحيح و تعطي اللاعبين ما يستحقونه من عروض. انا اعرف انه هي منافسه وان المبالغ اللي بتدفع من انديه اخرى خارج العقد انا اعتقد هي اشكاليه، ولكن اذا تمسكت الاداره النصراويه بموقفها واللاعبين ما ابدوا رغبه في الاستمرار وقالت الله معك، انا اعتقد انه هذا امر ايجابي ما هو سلبي ترى، ويحسب لاداره النصر لن يحسب عليها، ويجب ان تتفهم الجماهير النصراويه اذا حدث هذا الامر موقف الاداره، لانه بالفعل انا ممكن اورط النادي بديون، وهناك انا اعرف انه في حجم قضايا خارجيه على نادي النصر وفي مطالب ماليه، فاذا كانت الاداره النصراويه قدمت قاعده الاولويه في الانفاق على المشاكل اللي ممكن تضر النادي أو أنها تدفع مبالغ كبيرة للاعبين هم ممكن بتدفع لهم الحد الأعلى ويتقبلون هذا الأمر،
انا اعتقد هذا شيء ايجابي ويحسب لاداره النصر لن يحسب. طيب في حدود دقيقه عشان اترك المجال للزميل بندر، ذكر قبل قليل ان اداره النادي يعني من الصعب عليها ان ياتي في منصب نائب الرئيس شخص بحجم عبد الله المهندس عبد الله العمراني. حقيقة أنا تفاجأت، يعني لأول مرة أسمع هذا رقم كبير بالفعل، يعني ممكن رؤساء أندية في أندية أخرى ما دفعوا 30 مليون ريال. لذلك أنا أعتقد أنه رحيله خسارة كبيرة لنادي النصر، و يعني في النصر غني برجالاته، ولكن يعني ممكن الجهد اللي قدمه المهندس عبد الله والمبالغ الكبيرة اللي دفعها من الصعب أنه يأتي شخص ويعوض مكانه. نائب في نقطة بس بعقب عليها الزميل بندر، أمسي بالخير أول شيء. بالعكس أنا أشوف أن مهنية نقل جميع الأخبار مهما كانت صحيحة مرضية أو غير مرضية، أهم شيء تكون صحيحة وموجودة فعلا. هذه التفاصيل هي اللي تهم المشجع النصراوي. بخصوص عبد الله العمراني، أعتقد عبد الله العمراني أنا كنت أتمنى أن أشوفه في منصب مثلا في اتحاد القدم صراحة، لأن الرجل فكر، رجل داعم، رجل مستنير، يعني عنده الفيجن الرياضي اللي فعلا داعم للرياضه السعوديه. يعني تتوقع انه يعني حصل امكانياتهم كان جاء نائب رئيس نادي النصر حدد من حجم من امكانياته؟ يعني لا مو حجم امكانياته، بس عبد الله امانه يعني عنده يقدر يقدم اكثر مما وصل اليه امانه. يعني لو اعطي الفرصه صدقني انه راح ينقل سواء نادي النصر او في مجال اخر رياضي، انا راح يقدم شيء يرضي الجميع. الزميل بندر يقول يعني نائب رئيس النادي قدم ما يقارب 30 مليون يعني. صحيح. ابو جواد يعني استغرب من هذا المبلغ. عبد الله العمراني اللي يعرف نادي النصر ويعرف خفاياه يعرف ان عبد الله العمراني من زمان يقدم، ممكن قدم قبل يكون نائب رئيس اكبر من هالمبلغ. طيب وش اللي انت تعرف خفايا نادي النصر في مشاكل العمراني؟ اذا كنا نتكلم عن مشاكل العمراني واداره النادي، يعني كان في السابق كلام انه في يعني اختلافات بين الرئيس ونائب الرئيس. صحيح. حول بعض النقاط. صحيح. ولكنها ليست تلك النقاط يعني الشائكه اللي يعني تجعل من امر استمرار الاثنين في النادي يعني امر صعب، ولكن العمراني فضل الانسحاب لمصلحه النادي. نعم صحيح. هو العمراني امانه يعني ما عنده مشكله او عنده اختلاف مع الرئيس، كان مع احد يعني اللاعبين وكان عنده موقفه، بالاضافه للمدرب كان يعني فعلا في نفس الموقف اللي كان موجود فيه العمراني، فضل الرئيس النادي الامير فيصل بن تركي انه يعني الى حد ما نبعد عنه، خصوصا ان النصر ينافس الان على اكثر من مسابقه او جميع المسابقات المحليه. من هو اللاعب؟ حسين عبد الغني. حسين مبعد؟ مبعد قريب قبل شهر نكون صريحين، يعني حسين. طيب. عبد الغني هو كانت مشكله بينه وبين العمراني استقال بعد حسين عبد الغني. العمراني كانت المشكله من زمان، العمراني كان حتى المشكله يعني كان يحتوي في مشكله صارت بين الاداري الله يذكره بالخير بدر الحقباني وحسين عبد الغني، حاول انه يحتويها ما استطاع، انتقلت المشكله من بدر الحقباني بعد ما قدم استقالته الى العمراني. طيب ابو هتان في 30 دقيقه عفوا ابو جواد في 30 دقيقه في 30 ثانيه عفوا شيل ملخبط انا في 30 ثانيه، يعني الخلاف اللي ذكره الزميل قبل شيء بندر حول ان رئيس او نائب لرئيس النادي يعني يكون بهذا الحجم وبهذه الامكانيات ويبعد او يترك له الفرصه ان يبتعد عن النادي نظرا لخلافات مع لاعب مستبعد. والله شوف انا اتوقع انه يعني المهندس عبد الله قرر الابتعاد يعني حتى يعني تكون الامور مستقره، يعني ممكن وجوده يسبب مزيد من الاشكاليات وذا، ولا يريد ان يخسر احد داخل النادي بما فيهم رئيس النادي الامير فيصل بن تركي، ولذلك وجد انه الابتعاد هو افضل حل. ولكن لا اعتقد انه هي خلافات كبيره او بتلك الطريقه اللي بتصور لنا انه في خلافات بين الطرفين، انا اعتقد هي اختلاف وجهات النظر. طيب الحفاظ على الاستقرار هو السبب. قراءتك لتغريدته بعد ما ترك المنصب، يعني وجه شكر للجمهور وقال انا موجود معكم ما زلت موجود، يعني حتى انه البعض استنكر لماذا لم يكن هناك رساله او شكر لرئيس مجلس اداره النادي. انا اتوقع في اقرب دعم ممكن يقدم المهندس عبد الله ما اعتقد انه التغريده هذه حتفرق، فلذلك الان هو في المحاكم، يعني اذا قدم دعم مساند الاداره الحاليه ممكن تنتهي كل الامور هذه، يعني ما يكون في اشكاليه. جميل، احنا حبينا بس نوضح كل الحقائق اللي يفترض انها تكون ملمه بهذا الموضوع، لانه اثير الكثير من اللغط والحديث حول هذه القضيه التي انتهت باستقاله العمراني وبقاء
الأمير فيصل بن تركي رئيسا لنادي النصر من دون نائب. كل الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، الزميل بندر الوابصي الإعلامي الرياضي، شكرا أبو سالم، يعطيك العافية. الله يعافيك أبو شجاع، وأشكرك وأشكر زميلنا هتان، وفرصة سعيدة أني أشوفه، وأشكر السادة المشاهدين. أيضا الشكر موصول للزميل هتان النجار الإعلامي الرياضي، شكرا أبو جواد. العفو، الله يعطيك العافية أخوي خالد، وأحب أشكر الزميل بندر، وإن شاء الله نكون قدمنا المعلومة المفيدة للسادة المشاهدين. نقول إن شاء الله، كل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وعلى هذا الوقت الذي استقطعتموه من وقتكم الثمين لمتابعة هذه الحلقة من برنامج عالم الصحافة. نتمنى أن نكون قد قدمنا ما يرضي ذائقتكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات طاقم العمل بقيادة الزميل هشام العقيل، ولا ننسى معدي هذه الحلقة الزميل عماد البلوي والزميل عبد الملك الحصيني. إلى اللقاء.